القيادة العامة للقوات المسلحة سيد عبد المنعم، بداية أهلا بك. مرحبتين بك يا منى. سيد منعم، ما هي الغنائم التي غنمتموها وكميتها أيضا من الجهات الإرهابية الفارة من محور قنفودة؟ والله أولا أترحم على الشهداء الذين سقطوا في معارك القتال. نعم، وإن شاء الله ربك يشفي جرحانا. بالنسبه لقصه الغنائم هذين، هو راكب من تنظيم دوله، يعني خرج من محور الجنفودة، ولكن الجيش انه لهم بالمرصاد. نعم، وتم حصولنا على الغنائم التي قبض عليها شريط الدبابات وغيرهم. نعم، وتم تجييف بعض من الافراد، ويعني خذوهم معهم اخرى. والله أكبر، والله أكبر، والله الحمد. نعم سيد عبد المنعم، أيضا وجدتم بعض المستندات التي موجودة لدى الإرهابيين تثبت بأنهم متجهين إلى الجفرة، فما هي هذه المستندات؟ والله بالنسبة للمستندات والتوثيقات هذين اللي تابع الدولة، هذين التنظيمات طبعا ما نقدرش نعرضون على التلفزيون إلا اللي عرضوا لكم المقطع نتاع الغنائم. نعم، بالنسبه للتوثيق والاوراق والدنيا، هذه فيها جهه معينه تستقبل الكلام هذا، وبالنسبه للكلام هذا يمشي شور غرفه العمليات، ويعني نحن جيش ومنظم، يعني ننظم الكلام هذا، وان شاء الله التوثيق هذا سيطلع عاجلا ام ماجلا. اذا انتم تؤكدون وجود مستندات تثبت بان هؤلاء الفارين سوف يتجهون من المفترض الى الجفره. نعم نعم، العمليه اللي داروها هذه هي قاعده موثقه عندنا بالاوراق، منتقلين الى الجفره. نعم، والكلمه الاخرى تقريبا طلع عندك من الفيديو، والله مش عارف. نعم، المهم ان مانيش في المشاهده توا، لكن شنو ان الورقه اللي هذه ابسط ورقه يعني حصلناها نحن اللي عرضت عليكم، هي المفروض ما نعرضهاش، لكن وذينا حاجات سريه للجيش. نعم، الجفره طالع فات هذا طالع من قفودة للجفره، اما الجفره للرباط مكتوبه. نعم، اشكرك السيد منعم البحيري امر سريه دبابات مقاتله بالقياده العامه للقوات المسلحه.